السلام عليكم سي حسين. اليوم كاين واحد الشكل عاوتاني الغزالة ديال الهبال، شي حاجة روعة. زوبي لي على ديطاي الله يحفظك. هادي كرة ليجا جودة أولى، متراج غزال 3 متر ونص على 1.40 متر، مع قفطان 3 متر على 1.5 متر، شي حاجة غزالة وروعة وشهوة صراحة. هاد الموديل هذا لقى الإقبال في الانستغرام، بزاف الناس كومونداو منه. اليوتيوب باقي عندنا كشي نصورو ونحطو عليه لا فيديو ديالو، شي حاجة غزالة انت شوف معايا القفطان باش يعرفوا المارياج كيفاش جا. واش ديري اللون ديال الارضيه راه كيتماشى، الضو غير ما يجيهاش، سوا الغوص ولا الفير. واش ديري الفير تواصلي معنا والرومور راه كاين موجود متوفر. هذا غدا اللون الاول ديالها، حاول تبقى الثانية شوف معايا الموضوع كيفاش كيدير. شي حاجة غزالة صراحة وشهوة. انا الناس اللي كتسول على العنوان راه الحي الحسني شارع افماني سام، البداية ديالو 50 قرب محل الفور. هذا الكحل سيد الالوان، كحل غري. غادي كيف العادة حبيبي، راه تجي قفطان، تجي جلابات الحضور، تجي تكشيطة، كيف ما حبات تخيط تخيط وتبدع مع راساتها. غادي تكد ما ان بيس مبطنة راه تجي، وتكد ما تكشيطة راه تجي، كيف ما حبات خناطرك بداك. كنتي كديري الخياطه وبغيتي ديرها باتش وورك مع الجليلبات، حتى هي راه تجيك، راه فينا تخرج لك 6 8 جلاله بغزالين تي حمق. وديك الساعه كيبقى لك انت الابداع في لوطوشي الخياطه، بغيتي ديرهم باتش وورك مع لي مونج، بغيتي ديري الغابيل في القوب، بغيتي ديري وحده بالمعلم بالطارز بالعقيق، فيهم ان غون شو في الخياطه. كيف ما شكرتي التويب ديالك راه غيجي غزال صراحه. هذا لو نوار، انت شي الكحل ديالك كحل غري ناصح، والثمن 1500 درهم. راه ماشي كنحطمو التجار ولا الاسعار، وانما كنبغيو نديرو اثمنه زوينه للكليان ديالنا. كنقولو اللهم قليل ودعو. انا حبيبي شوف معايا الفيغ هذا تاهو كيفاش جا، غزال شهوة منو. هذا جا لام فيغسي ديك اللي دوزنا في الاول، هاديك فيها الغوز فيشيا، هاديك فيها هاد الغوز كي تنقولو حنا غوز ريبي. هذا راه تا في الخياطه ما تكلفش شي حاجه كثيره. وعليكم السلام بو احمد. هذا تا في الخياطه ما تكلفش شي حاجه كثيره حبيبي، لو بلو فان بوسيبل من 6 زيري. كانت لي عشاقات البلديه وبغات تخدم بالمربى بجوج طفاير والمسائل، تبرعي مع راساتك راه كلشي كيجي فيها. هذا واقع لا تناقش، واللي خدات منها بالصحه، اللي ما خداتش غاتاخذ فيما احسن ان شاء الله. الناس اللي استافدوا من البروموسيون ديال الويكاند بصحتكم وراحتكم، كان على واحد الاقبال زوين. شكرا على التفاعل ديالكم، احنا مازال مستمرين، غيكونوا دي بروموسيون اخرين. هادي واحد الميساج جديده، بزاف الناس كيسولوا على المباراه في نيجا، جات السواقه قلنا حتى هي مصوره نحطها في اليوتيوب انستغرام. الناس راه ديجا كومونداو من خداوات وصلوا بها، شي حاجه غزاله حتى هي صراحه. كاليتي روعه والثمن اروع. ركزنا على 1500 ولقات الاقبال، كانوا مركزين على 600. بغات شي زواقه من اللي دازو، بغات من هاد الزواقه تواصل معنا على الخاص، تصيفط لها ديسبونيبيليتي وتخير مع راسك. كاين عاوتاني هاد اللوين هذا تا هو لوين كلاسيك غزال، هذا بوكو نجم مع الغوز بيبي، جا فيه واحد المارياج شنو هو انا مكنتش. كي تنقولو ديما راه الخياطه اللي كتشكر خدمتي التويب ديالك شي خياطه غزاله، راه غادي تطلع شي حاجه انيقه اونيك. ولافونتاج ديال التويب راه ما تيديمونطاج، يعني تقدر تخبي عام عامين وتعاود تجبد وتلبس، دي لها القفطان وانت لابسه وتكشيط اخرى غزاله وشهوه منك. شوف معايا عاوتاني هاد الاورونج هذا عشاق الوان الجرعه، جا مع الزيتي داك بوطي مارياج غني على التعريف. انا ودي
شي حاجه روعه وغزاله وانيقه وجميله. الثمن 1500 درهم للتذكير. الناس اللي كيسول على العنوان حي الحساني شارع افغانستان، البدايه ديالو الرقم 50 قرب محل الاطوار. شوف معايا هاد البلون كاسي تا هو شحال جاب دار. انا بغيتش ندير لها انا بلونيج غتجي بيضه بزاف، درت لها بلون كاسي كريمي عطات واحد المارياج غزال غزال صراحه غزال. شوف حبيبي هادي العريسات اللي بغا يفرح مي وتمشي لبيسه ملكيه. انا تبرع ليا مع راسي شي حاجه طوب طوب صراحه الله. انا حبيبي نزيدو شي نوير مازال السي حسين. كاين هذا عاوتاني العكس الارضيه اللي خضراء الموتيف اللي اورونج، درنا لها واحد الاورونج بيك محمر جات غزاله شبوه. واحد دقيقه شوف معايا الموديل هذا حاجه انيقه وجميله. سمع لا طومبي ديالها كيفاش دايره، كتبان لك لا طومبي ديال التوبه السي حسن. الشهوة الشهوة والاناقة 1500 درهم وانت لابسه لبيسه. اللي كتاخذي لبيسه بالثمن راه كتبقى تسيء عليك في الخياطه. علاش كنقولوا راك محتاج اقل ما يكفي. شوف معايا اللوين هذا باستيل شحال غزال. هذا غوز بيبي حاولنا نديرو له اللون الارض والسيان باش نديروه معاه باش يدخليه في الخياطه يبقى الكلتي. هذا هو شي حاجه غزاله وشروه. نخدم شي حاجه من هاد الشكيله بصحتها اللي ما خدمتش غتاخد فينا احسن ان شاء الله. تنساو الجيم والبارطاج. نستودعكم الله. بدايه اسبوع موفقه للجميع. السلام عليكم.